السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أخواني مشتركين على موقع يوتيوب والزوار. برضو اليوم زي ما أنتم شايفين كثير من الأخوان طلب نيسان نيفارا، وهذه نزلنا لكم النيسان نيفارا، لكن للأسف معنا اليوم موديل 2014، لكن أن 2014 2015 2016 حتى الموديلات القديمة الفرق الخط فقط لا غير. من 2008 تقريبا تجي نفس المواصفات لكن الخط يختلف. اليوم اللي هي معانا هي فئة الاس اي، طبعا ما تختلف كثير عن باقي المواصفات الاس اي والال اي، يعني تقريبا متشابهين والموديلات نفسها متشابهة ما في اي اختلاف، فقلنا يلا ننزل فيديو. طبعا نتكلم عن مواصفات السيارة يا اخوان. السيارة طبعا محرك 2500 سي سي، 4 سلندر، جير اوتوماتيك، دفع خلفي، طبعا في منها جير عادي موجود عندنا. بالنسبة للسيارة مواصفات طبعا دفع خلفي. بالنسبة لمواصفات الخارجية للسيارة، السيارة طبعا صدام ستيل أمامي مع كشافات ضباب مع جنوط ألمنيوم، تقريبا مقاس 16 إنش، مرايات كروم مع إشارة، خط جانبي. طبعا أنا أشوف اللي معنا هي حبة واحدة بس عندنا موجودة، طبعا اللون فضي حبة واحدة باقي كله أبيض، لكن حبيت أن يكون فضي لأنه جميل صراحة. فبالأمانة اللي يبغى يعني يبغى ياخذ لون الفضي يشيل الخط على طول، تطلع جمال السيارة أجمل وأجمل. طبعا السيارة الشناكير حقتها مميزة أنها جانبية وليست من جوا الحوض، جانبية كذا. طبعا جناح وتلبيسة حوض مع صدام خلفي ستيل بحساسين. طبعا بالنسبة لمواصفات السيارة الداخلية فهي ريموت وزجاج كهربائي. طبعا الريموت زجاج كهربائي، أنتم سوايا يا أخوان. طبعا زجاج كهربائي، مرايا كهربائية. هذا الريموت، خليني أصوركم الريموت. الريموت لسه جوا الدرج ما انفتح. هذه ريموتات السيارة، المفاتيح في السويتش. هذه السيارة من جوا برضو نصوركم اياها من جوا. سيارة جميلة جدا، يعني من ارقى الوانيتات اليابانية. هو تجميع تايلندي. طبعا هذه المراية كهربائية، من هنا تفتح تانكي البنزين. عندكم التحكم في الانارة، التحكم في المساحات، العداد، هذا هو موجود فيه عداد سرعة الى اخره، عداد التريب و يعني وضغط الماكينة. بالنسبة يا اخوان مواصفات السيارة، النظام الصوتي فهي السي دي، مكون من 6 سماعات مع مدخل اواكس، طبعا مكيف، جير اوتوماتيك. عندكم برضو شوف فيها تكاية درج، تكاية درج حلوة جدا، مقاعد قماش احمر. الخلفية برضو حلوة، أوسع من الديتسون صراحة. خلينا نفتح لكم الباب. هذه السيارة من ورا، طبعا مرجع كرسي لكن لا بأس، حلوة. هذه السيارة من جوا وجميلة جدا صراحة وراقية. برضو فيها حتى من هنا في الخلف لهم أكواب. هذه السيارة طبعا سعر السيارة الحالي سعر جدا، لأن موديل 2014 تعرفون عليها عروض وعليها يعني سيارة واقفة، فهي قيمتها في الوكالة الأساسي 2016 لو تروح الوكالة تقريبا 78,000، 2015 تقريبا بال 70 تقريبا في الوكالة. اللي معانا اليوم هي طبعا وارد الإمارات، سعرها يا إخوان تقريبا 53,500 ريال. طبعا تغير ويطلع وينزل عادي، يعني على حسب هل هي موجوده، هل هي متوفره كميه. للاسف الكميه كلها اللي موجوده جتنا للاسف ما فيها بطاريات، فبالامانه حارقين سعرها لانه خلاص يعني بتعرفون انه سياره موديلها قديم لازم تمشيها، يعني تقريبا فقدت من قيمتها 40% من قيمه السياره. اللي يبغى يستخدم ممتازه جدا صراحه، النيفارا راسيه قويه، ادائها ممتاز، عملية بالأمان. عندنا واحدة في المعرض للعمال يستخدمونها، ما فيها أي مشاكل، ما فيها أي شيء، مكيفها ممتاز. خاصة الجيرتوماتيك صراحة أنا أنصح بالجيرتوماتيك أكثر من الجير العادي بالأمانة، يعني لأن السيارة أغلب يستخدمها مثلا إذا كان شايب، إذا كان شيء فهي ممتازة جدا له، خاصة السيارة مرتفعة وراحتها أفضل ورساوتها أفضل من الهيلوكس وأفضل من الدتسن. فمواصفات السلامة فيها، بالنسبة للجير اوتوماتيك طبعا فيها فرامل اي بي اس واير باج للسائق وعدد 5 حزمات امان. بالنسبة للجير العادي للاسف ما في اي بي اس ولا اير باجات،
بس برضو فيها 6 أحزمة أمان تقريبا، انها مراتب متصلة لكن مش اكيد انها 5 أو 6 أحزمة أمان. عموما ما فيها تكاب انه وسط الجير العادي، تقرير هذا الجير العادي وجير اوتوماتيك لان نفس المواصفات اللي بالنسبة اللي موجود عندنا. السيارة ممتازة، عملية، سيارة رخيص، ونيت بالأول والأخير، ونيت يتحمل، ونيسان معروف. طبعا بالنسبة للنيفارا فهو يعني إصدار مطور من الديتسن، بس طبعا بالسوق العالمي إن النيفارا هو صار الديتسن، الشكل هذا هو الديتسن نفسه يعني ما تغير. الديتسن القديم من زمان هو اسمه نيفارا، من الموديلات القديمة اسمه نيفارا، لكن في السوق السعودي ظل اسمه بيك أب، يعني موجود الحين عندهم الديتسن، تروح الوكالة الديتسن فئة والنيفارا فئة. السوق العالمي لا خلاص الظاهر تقريبا الديتسن مقطوع من عندهم واللي موجود النيفارا، فالديتسن مطلوب في الأسواق الصراحة يعني على قولتهم الأسواق اللي حالتهم المادية تعبانة، لأن السيارة رخيصة جدا وعملية جدا، فعشان كذا تلقاه تجميع مكسيكي، مرغوبة في المكسيك وجنوب أمريكا، ومرغوبة في أمريكا الجنوبية بشكل عام، ومرغوبة برضو في أفريقيا، ومرغوبة في الدول آسيا شرق آسيا. ديتسن برضو ممتاز لكن يفقد برضو مواصفات الأمن والسلامة والراحة، فيه تعبانة شوي ضيق. النيفارا تميز عليه كثير من الأشياء، سيارة راقية نيفارا، جيب أنا أعتبره جيب باثفندر بدون دبل وحوض، وفي برضو منه بدبل يجي في أمريكا اسم سيارة ثانية والله ما أدري اسمها إيش، بس برضو موجود منه دبل، وبرضو قد جانا منه دبل ديزل 2013 تقريبا، كان ممتاز حتى توين تيربو وعزمه ممتاز جدا. السيارة ممتازة لا بأس فيها، عملية مريحة جدا على عبرة الوانيتات، أنصح باقتنائها صراحة، وسيارة من السيارات الجميلة ما فيها أي عيوب. أتمنى يكون عجبكم الفيديو يا أخوان، أخوكم عبد الرحمن خادي، لا تنسوا دعم قناتنا على اليوتيوب، وأتمنى يعجبكم الفيديو مرة ومرتين وثلاثة، وتابعوا كل الفيديوهات السابقة عشان تشوفوا المواصفات. اللي يبغى أخويكم إذا يبغى شيء، واحد من الشباب مثلا يبغى سيارة فلانية موجود تقدر عنها تقول له تفضل موجود عندي بعد الدين، شوف المواصفات، شوف كذا كذا كذا. فأتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.